تيميمون انطلق في استخدام البطاقات الذهبية عبر الموزعات الآلية للنقود، بطاقة تعول عليها مؤسسة بريد الجزائر في اختصار جزء هام من المعاملات المرتبطة بالمسافات عبر خدمات الانترنت، في حين يطالب المواطنون بمزيد من المراكز. زعما اليوم البوستا نقدم منها كل شيء، نخلصوا فيها لي فاكتو نتاع التيسينتي، نخلصوا يعني تعبئه الهاتف النقال، يعني ولات اليوم ضم كل شيء. واليوم انا نشوفوا يعني البائد هنا نتاع تيميمون غير كافي، لان الكثافه السكانيه المقاطعه الاداريه تيميمون اكثر من هذا يعني البوستا هذه. بالرغم من أن عدد هذه المراكز يبلغ 26 في الولاية المنتدبة تيميمون، شبكة البريد تفتح مركزا من الدرجة الثانية بتينركوك على بعد 70 كيلومترا، كاشفة عن سياستها للتواجد في طبيعة مترامية الأطراف. نشكر مؤسسة بريد الجزائر على هذه المبادرة، إن شاء الله راح يكون اكتفاء إن شاء الله في هذا القطاع، ونبقاو بعد القصور بعد من هنا حوالي 7 كيلو ولا 12 كيلو. وبمناسبة يومه العالمي ومن أضرار أبرز بريد الجزائر أن رعاية العنصر البشري لا تقل عن اللوجستي، حيث سيتم في المرحلة الأولى التي أعلن عنها اليوم إدماج 584 مستخدم في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني DIP إلى عقود عمل مدعمة CTA، من بينهم 27 على مستوى ولاية أضرار مكلفين بالزبائن وسعة البريد. كما سيتم كذلك إدماج 535 مستخدم في إطار عقود عمل مدعمة CTA إلى عقود عمل غير محددة المدة، من بينهم 13 على مستوى ولاية أضرار. بلغة الأرقام، بريد الجزائر منتشر عبر الوطن ب 3800 مكتب ب 19 مليون حساب، ما يجعل منه أحد أهم المؤسسات الخدماتية.